للأهلي. تاني واحد كابتن أشرف عبد الفتاح اللي هو رئيس الجهاز حاليا. هو معنا على التليفون على فكرة. لا والله. احنا عندنا ماتش. عندنا ماتش. عندنا ماتش. كابتن أشرف أهلا بيك. أهلا بيك. منورنا كابتن في البيت الكبير، وبنرحب بيك في البيت الكبير، ومعانا الكابتن السيد لاشين طبعا احد اساطير النادي الاهلي. يعني كلمنا ان هو بيقول اللي لسه بنتكلم على الادوار والشخصيات اللي اثرت فيه بشكل كبير جدا وساعدته في مشواره الطويل والتاريخ الطويل ده. اول اسم قاله اسم حضرتك. ربنا يخليك. وانا فعلا اول مدرب كنت ساعتها مدرب عام في النادي، وكان الدكتور علاء مشرف هو رئيس الجهاز، وانا اول واحد استقبلت سيد باشين لما جبناه النادي الاهلي، وكان صفقه من احلى الصفقات اللي عملناها في حياتنا ان احنا جبنا سيد باشين عندنا. كان بيتكلم على التأثير، يعني حضرتك لما بنسأله دلوقتي قبل المداخلة عن الأسماء اللي أثرت فيه، مين الأكتر الأشخاص اللي دخلته في الأجواء، ذكر اسم حضرتك، فكلمنا برضو يعني من قبل حضرتك ساعة كابتن سيد أو غيره حتى من اللعيبة اللي بتدخل اللعبة ديت إزاي، وحضرتك طبعا على رأس هذه اللعبة، إزاي يعني بتدخل لعيب من هذا النوع جاي من محافظة تانية يعني بيلعب اللعبة دي، بتدخله في الاجواء وبيتاقلم ازاي مع النادي الاهلي بسرعه كده؟ هو سيد من نوعيات النادره من اللعيبه. لعيب ممتاز مهاريا وممتاز اخلاقيا وملتزم في كل حاجه. فكان بسهوله جدا ان هو يخش مع اجواء النادي الاهلي ومع الفرقه، وبسهوله جدا تعود على الفريق، وطبعا كل الفرقه ساعتها كانوا زمايله واصحابه وحبايبه. فالتزام سيد وكل حاجه فيه كانت كويسه، اللي بيها اللي احنا اخترناه ان هو يجي النادي الاهلي. واهم حاجه طبعا حضرتك بتتكلم كمان شفت الشخصيه ازاي، لان احنا لسه بنتكلم على الضغوط، بنتكلم على شخصيه النادي الاهلي اذا كان في كره القدم او اي لعبه بيبقى عليه ضغوط وبيبقى في شخصيه معينه تقدر تعيش جوه النادي الاهلي. شفت الشخصيه للكابتن السيد لاشين ازاي من خلال انتقاله للنادي الاهلي؟ طبعا النادي الاهلي يعني المركز الاول وبس. صحيح. عندنا المركز الثاني كاننا طلعنا الاخير بالظبط. السيد لاشين من نوعيه اللعيبه اللي بالشكل ده، اللي هو اللي بيسعى وبيبذل اقصى مجهود علشان يكون نمره واحد على مصر وافريقيا والعرب وحاجات كتير قوي سيد عملها في الفتره اللي فاتت. فهي دي النظره اللي احنا خدناها فيها، واكثر حاجه فيه كان التزامه. الالتزام هينعكس على الفريق بالكامل، وده اللي حصل. التزام سيد وانتظامه في التمرين انعكس على الفريق بالكامل، والفرقه كلها التزمت اكثر ما هي كانت ملتزمه، وهو يعني ساعد على تطور الفرقه وساعد على زياده الالتزام في الفرقه، والحمد لله النتائج اللي اتعملت في الفرقه وهو موجود كانت من احسن النتائج في تاريخ الاهلي. عايز تقولي للكابتن؟ انا اقول له حاجه؟ طبعا لازم تقول له حاجه طبعا. كل سنه وانت طيب ابو كابتن عشان عيد الميلاد. عيد نور ربنا يخليك. عيد ميلاد بنت النهارده والله. كل سنه طيبه. كلمنا كابتن اكتر عن ما ينتظر اللعبه، لعبه تنس الطاوله داخل النادي الاهلي، سواء بقى هنا على مستوى افريقيا، ايه اللي بطولات عربيه؟ طبعا احنا الحمد لله بنكسب الدوري المصري بقى لنا 11 سنه متواصل ما شاء الله. الحمد لله. متتاليه ورا بعض يعني. ما شاء الله. خلال 11 سنه دول كسبنا انديه افريقيه يمكن مرتين ثلاثه، عشان الانديه الافريقيه بتستعمل سنه بعد سنه. كسبنا انديه عربيه 7-8 مرات. فطبعا بنحاول ان احنا نكمل المسيره اللي احنا مش بداناها، والفترة الجاية احنا عندنا الدوري الممتاز نهائيات الدوري، وعندنا كاس مصر اللي هو مؤهل لبطولة أندية افريقيا في شهر 7 لو الظروف اتحسنت وقدرنا يعني كورونا. بطولة الكاس كابتن هي اللي بتأهل ولا بطولة الدوري؟ الدوري للأندية العربية. كاس مصر هو اللي مؤهل لأندية افريقيا. والدوري للأندية افريقيا. الدوري للأندية العربية. الأندية العربية. اوكي. فاحنا طبعا النادي الاهلي ماشي في المشوارين وفي الطريقين على اساس يعني ان شاء الله باذن الله يكون، لان من الحاجات السيفي العظيم للكابتن السيد لاشين
تقريبا حاصل على كل الألقاب بشكل جيد جدا وتجربة احترافية. عايز أكلم حضرتك على كمان التجارب الاحترافية، طلع من عندنا مين من النادي الأهلي وكان عنده خبرات احترافية في دول كبيرة خاصة بالتنس الطاولة؟ احنا طبعا عندنا اغلب اللعيبة بتاعتنا يعني بيقدروا بيطلعوا يلعبوا محترفين بره، انما طبعا من ابرز اللعيبة اللي طلعت بره احترفت وعملت نتائج جامدة وبرضه نتائج جامدة معانا اللاعب عمر عصر طبعا وطبعا سيد طبعا دي ما فيش فيها كلام، راح اسبانيا وراح تركيا واحترف في دوريات كتيرة، وطبعا مش احتراف ان هو يروح يسافر ويلعب بس، لا ده بيعمل نتائج ونتائج صحيح. عالية اللي بتساعد الفرقة اللي هو بيروح، فبالتالي بيشرف النادي الاهلي بره مصر في الدوريات البره، ان هم بيبقوا عارفين ان هو لعيب في النادي الاهلي المصري. وعندنا طبعا خالد عصر، وعندنا كل ابطال الاهلي، خالد عصر ومحمد البيالي وعمر بدير وشادي مجدي ومحمد شومان، لعيبه كتيره يعني كابتن. كل فرقه الاهلي الحمد لله بتقدر تجي لها عقود بره وتطلع تحترف بره، وكل واحد ربنا بيكرمه على قد مجهوده اللي هو بيعمله بره، وبيشرفنا يعني الحمد لله كل فرقه الاهلي. طبعا. وكمان كابتن السيد لاشين كان لسه بيتكلم على نقطه مهمه جدا، اول ما جه النادي الاهلي المنظومه يا فندم، المنظومه المتكامله من مجلس اداره اللي بتتكلم على اداره فنيه، بتتكلم على امكانيات، بنتكلم كمان على جماهير، فكل ديت يعني منظومه متكامله هي دي اللي بتخلق البطل وهي دي شخصيه النادي الاهلي. طبعا اكيد سيد حس بالكلام دوت ان هو اتنقل من نادي لنادي، نادي سبورتنج للنادي الاهلي، وحس بالمنظومه عامله ازاي والنظام ماشي ازاي في النادي وماشي ازاي في الفرقه، ومجلس الاداره بيدعم الفرقه دايما في كل كبيره وصغيره ورانا وفي ظهرنا، وطبعا جماهير النادي دي جماهير النادي الاهلي وروح الفانيله الحمراء اللي ما حدش يقدر يتكلم عليها، اللي هي بتدفع اي فرقه او اي دي معانا في كل حاجه طبعا. احنا بنشكرك جدا جدا يا كابتن اشرف، والحقيقه يعني شرف لينا طبعا مداخلتك وواحد يعني من عناصر اللعبه دي اللي مشرفنا، ومهمه جدا ان احنا نسلط يمكن يعني الضوء على الاسماء التي لم تلقى يعني هذا الضوء اللي دايما كره القدم مستحوذه على الضوء ده، فده مهم جدا جدا، وانت النهارده يعني فعلا مشرفنا.